كلمة سجن أو تم القبض عليكي لشيء ما يتعلق بالمخدرات. صحيح. الجزء ده اللي هو أي جزء؟ هو متهيألي السرطان اللي بتقولوا عليه دلوقتي. الحمد لله كل اللي يجيبه ربنا كويس. والحقيقة عايزة أقولك إن بتوع السوشيال ميديا لا يستحقوا اهتمامك، وإنه حقيقي أدفع من إن يبقى ليهم قيمة وتأثير في المجتمع. أنا غلطت طبعا في تربية بنتي بعض الغلطات، ومنها غلطات كبيرة. يعني السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مكملين مع حضراتكم في تغطية أخبار الوسط الفني، وخصوصا في الـ 24 ساعة اللي فاتوا كان في أخبار كتيرة منتشرة على السوشيال ميديا، حبيت أطلع وأشاركها مع حضراتكم في حلقة النهاردة. أول خبر هنتكلم فيه في حلقة النهاردة وعن اللقاء التلفزيوني اللي عملته الفنانة نهى العمروسي مع أحد القنوات الفضائية. لكن لاحظنا أن نهى العمروسي طلع الحلقة دي عشان تدافع عن بنتها وعن نفسها، وتحديدا في القضية اللي اتشهرت إعلاميا بقضية الفيرمونت، وهنتكلم مع حضراتكم في تفاصيل الموضوع ده في حلقة النهاردة. مش بس كده، هتكلم مع حضراتكم عن آخر تطورات الحالة الصحية للفنان هشام سليم، وهعرض لحضراتكم تسجيل صوتي للفنان هشام سليم بيرد على الأخبار المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي عن إصابته بمرض السرطان. وهنتكلم كمان مع حضراتكم في حلقة النهاردة عن تصريحات الفنانة فيفي عبده وإنها متعرضة للسحر وللحسد، ولما بتيجي تقرأ قرآن ما بتقدرش اللي هي تقراه. وفي نفس التوقيت نلاقي إلهام شاهين طلعت تهاجم رواد مواقع التواصل الاجتماعي وتقول حرفيا دول ناس تافهين. عشان ما اطولش على حضراتكم، يلا بينا نصلي على النبي عليه افضل الصلاه والسلام، ويلا بينا نبدا الكلام. اول خبر هتكلم فيه مع حضراتكم في حلقه النهارده عن اللقاء التلفزيوني اللي عملته نهى العمروسي على احد البرامج التلفزيونيه، وتحديدا لما وجهوا لها سؤال وقالوا لها هل انت المتسببه في مشكله بنتك ولا لا. فردت نهى العمروسي وقالت انا اللي اخطات في تربيه بنتي، ده حتى لما والدها مات وفي التوقيت ده البنت سالت على والدها فقالت لها بابا عند ربنا. لحد هنا والامور ماشي، لكن اللي مش ماشي بقى هو اللي هتكلم فيه مع حضراتكم دلوقتي. نهى العمروسي بعد وفاة زوجها بشهرين بالظبط تتجوز تاني، وتقول لان الانسان بيبقى محتاج حضن في حياته، فلما بيموت حد غالي عليه بيجري ويترمي فأقرب حضن ليه او اكتر حد بيحبه، وهو ده الشخص اللي اتجوزته. واتكلمت كمان ودفعت عن نفسها وعن بنتها في موضوع تعاطي المواد المخدرة، وتحديدا في قضية الفيرمونت. واللي ما يعرفش يا جماعة قضية الفيرمونت، هي قضية كانت حصلت من سنتين في فندق فيرمونت نايل سيتي. مجموعة شباب وبنات من الطبقة اللي معاها فلوس كانوا سهرانين في الفندق، المهم شربوا وقرروا ياخدوا بنت ويخدروها ويطلعوها احد الغرف في الفندق ويعتدوا عليها ويكتبوا اسمهم على جسمها في مناطق حساسة. فتفتح تحقيق في النيابة العامة في التوقيت ده، واستدعوا كل الأطراف، وكان من ضمنهم بنت نهى العمروسي اللي بعد كده تحولت من شاهدة لمدانة في القضية. مش مقربتش معرفتش. أنا غلطت طبعا في تربية بنتي، ومنها غلطات كبيرة. يعني نيجي بقى للخبر التاني معنا في حلقة النهاردة، وبخصوص الفنان هشام سليم ومرضه بمرض السرطان. كل المواقع الإخبارية بتأكد إن هشام سليم سليم وما عندوش أي أمراض وما بيمرش بعكة صحية ولا حاجة. بس السؤال اللي عايزين نسأله نفسنا ولحضراتكم، هو الفنان هشام سليم آخر مرة ظهر في لقاء تلفزيوني كان إمتى؟ طب آخر مرة طلع وعمل مداخلة تليفونية كانت إمتى؟ كل الكلام اللي بيتقال دلوقتي من برامج التوك شو بيتقال على لسان هشام سليم، مش هشام سليم بنفسه هو اللي بيطلع يتكلم. واكيد من حق الجمهور اللي بيحب هشام سليم ان هو يطمن على صحته، فده امر مشروع جدا ان الناس تتساءل على مواقع التواصل الاجتماعي هل هو بصحة جيدة ولا لا، وخصوصا بعد انتشار اخبار عن تعرضه لوعكة صحية. لكن هشام سليم كان عامل مداخلة تليفونية مع موقع ايتي بالعربي تحديدا، واتكلم عن اصابته بمرض الكانسر، وكان اتكلم كمان في التوقيت ده عن ان في امراض دلوقتي اسوأ من الكانسر وممكن تموت في 3 ايام. ومتهيألي السرطان اللي بتقولوا عليه دلوقتي احسن الحاجات اللي بتضيع البني ادمين في 3 ايام. زي ما حضراتكم سمعتوا كده، ده اخر تسجيل صوتي للفنان هشام سليم. وطبعا الدكتور اشرف زكي نقيب المهن التمثيليه كان طلع وصرح، اللي هو بيدعو الناس اللي بتطلع اشاعات من النوع ده ان تبطل اشاعات، لان الكلام ده بيضر بالفنانين وبنفسيه. طبعا احنا ضد الاشاعات وضد ترويج اي خبر خاطئ، لكن اعتقد ان الجمهور من حقه ان يعرف اذا كان هو مريض او مش مريض، كويس ولا مش كويس. نيجي بقى للخبر اللي بعد كده معانا في حلقه النهارده، وهو عن هجوم الفنانه الهام شاهين على رواد مواقع التواصل الاجتماعي. الفنانه الهام شاهين كالمعتاد بتحاول تطلع تثير الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي وبرامج التوك شو. عملت مداخله تليفونيه وبدات تهاجم كل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وتقول لي دي ناس تافهه وناس فاضيه وناس ملهاش قيمه وكلام من هذا القبيل. والحقيقه عايزه اقول لك ان بتوع السوشيال ميديا لا يستحقوا اهتمامك ولا اهتمام اي حد، ولا ان احنا نتكلم عنهم
وانهم حقيقي اكفى من ان يبقى ليهم قيمه وتاثير في المجتمع. بس انا عايز اوجه للفنانه إلهام شاهين سؤال واحد، هم مين رواد مواقع التواصل الاجتماعي اللي انت بتتكلمي عليهم؟ مش رواد مواقع التواصل الاجتماعي دي هم انا وانتي وكل الناس اللي بتتابعنا او بتتابعك او بتتابع اي حد، يعني بمعنى اصح الجمهور هم رواد مواقع التواصل الاجتماعي، والجمهور ده هو سبب نجاحك يا استاذة إلهام في فترة من الفترات. من غير الجمهور ده مفيش اي فنان لا هيتشاف ولا هيتسمع ولا هيبقى ليه قيمة في المجتمع اللي هو فيه. نيجي بقى لاخر خبر معنا في حلقة النهاردة، وبخصوص الفنانة فيفي عبده وتعرضها للحسد. فيفي عبده بتقول اللي هي لما كان حد بيجي يحسدها بيبقى واقف قدامها وهي عايزة تقرأ قرآن عشان الحسد ده يروح، فتيجي تقرأ قرآن لسانها يقف وما تقدرش تتكلم. طيب انا عايز اقف عند النقطة دي تحديدا يا جماعة ونتكلم كده شوية بالعقل. هي الفنانة فيفي عبده لما ما قدرتش اللي هي تقرأ القرآن، كان السبب فيه ان حد بيحسدها ولا سبب فيه اذا كنا قريبين من ربنا ولا بعيد عن ربنا؟ يمكن انا بشوف تعليقات كتير بخصوص فيفي عبده تحديدا ويقولوا اللي هي بتتعامل بعفويه وما تقصدش وكلام من هذا القبيل. لكن لحد امتى هنفضل في المجال ده وهنرقص ونغني ونطلع نقول اصل بيحسدوني؟ الموضوع ببساطه كده باين يا استاذه فيفي، ارجع لربنا وقربي منه وبطلي رقص. حضرتك عندك كام سنه؟ اكيد حضرتك سنك مش صغير، يعني الواحد في اخر ايامه بيقرر اللي هو يقرب من ربنا، يروح يعمل عمره، يحج، يصلي، يبدا يتعبد ويزهد في الدنيا. لكن للاسف بلاقي كتير من نجوم الوسط الفني لما بيكبروا بيبداوا يتمسكوا بالدنيا اكتر وكان الدنيا مخلده. الرساله دي انا بوجهها لنفسي وللفنانه فيفي عبده، مش كلنا مخلدين في الدنيا، لازم نعرف ان في ثواب وعقاب وفي ربنا موجود وهو العالم بالقلوب، فاللي بينك وبين ربنا محدش هيعرفه، فحاولي تقربي من ربنا. واكيد انت عارفه ليه انت ما بتعرفيش تقري القران. ممكن الرساله اللي بقولها لحضرتك دي جايلك من واحد في سن ابنك، لكن دايما بقول رسالة التوبة ممكن تيجي من شخص ما تعرفوش هي اللي تمس قلبك. وده كان اخر خبر معنا في حلقة النهاردة، وبشكر كل الناس اللي وصلت معايا في مقطع الفيديو لحد الدقيقة دي، وبطلب من حضراتكم تشاركوني برأيكم في الكومنتات. تفتكروا حضراتكم ليه واحدة زي إلهام شاهين كل شوية تطلع بتصريحات وتهاجم رواد مواقع التواصل الاجتماعي؟ وتعليق حضراتكم ايه على حلقة نهى العمروسي واعترافها بغلطها وانها ما كانتش بتتعاطى المواد المخدرة؟ يا ريت حضراتكم تشاركوني برأيكم في الكومنتات وهقرا كل الكومنتات وهرد على حضرتك. ولحد هنا خلصت حلقتنا، يا ريت لو المحتوى بتاعنا عجبكم ما تنسوش تدعمونا بلايك وشير وسبسكرايب للقناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد. كان معاكم اسلام ناجي مستر ترند، يلا سلام، والسلام مش ختام.